بسم الله، ربنا اشرح صدورنا وثبت أقدامنا، أنت السيد وأنت الناصر وأنت المخلص وأنت المعين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني مشيئة ربي هي لعشوة وعاشة لي قبله ومش عشوة لي بعده، وكونوا وما يزالون مختلفين، لأنه في الاختلاف يقع أما إثراء للبشرية وإلا محق البشرية في تقسيمها، تقسيمها الذي يساهم فيه الملعون 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 اللي هو سيدكم يا آل الضلالات ويا الكبرياء، هو شيطان الرجيم سماه ربي ربي عفو يأس من رحمة الرحمن، يعني إبليس أي يأس ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون، وهي هذا أنتم كافرون وتحبوا لتكروا سميوا روحكم اللي تحبوا أنتم مسلمين فعوذ أحلى المسلمين أنتم المسلمين، هذا لعبة شيطانية وشكون مش يدفع ثمن الواقعين فيها هم أنتم يا أذل خلق الله، لأنكم باسم الإسلام تحاربون أهل الإسلام، والسلام علينا للسلام عليكم يا أعداء الرحمن.